مصر تستضيف التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة. المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا إيكاس تعين رئيس دولة إفريقيا الوسطى وسيطا للجابون. الكرملين يقول إن منشآت الإنتاج العسكري في أوكرانيا ستصبح أهدافا للجيش الروسي. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الثانية عشر ظهرا بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تستضيف مصر التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، والذي يعد أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. وتستمر فعاليات التدريب حتى 14 من سبتمبر الحالي، حيث يشارك في التدريبات أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة، بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد الجوية والبحرية، وذلك لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر في الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية. انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، والذي تستمر فعالياته حتى 14 من سبتمبر بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلا عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر. وخلال مراسم الافتتاح، ألقى اللواء أركان حرب أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيرا إلى أهمية التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع الذي يعد من أرقى التدريبات التي تشهدها المنطقة، كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد في مجال التدريب العسكري، بالإضافة إلى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية. من جانبه، أعرب العميد ماثيو ريد مدير التدريب من الجانب الأمريكي عن امتنانه وشكره للقوات المسلحة المصرية لاستضافتها للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، مشيرا إلى أن التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة، متمنياً استمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة. وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضاً للأسلحة والمعدات المشتركة في التدريب، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول. كما قدمت الموسيقات العسكرية عدداً من العروض احتفالاً ببدء فعاليات التدريب،
هذا وقد شهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعداداً لبدء فعاليات التدريب. حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المشاركة بالتدريب وعدد من الإعلاميين. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً نقاشياً لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى مجموعة البريكس. أوضح المشاركون في الصالون أن مصر ستستفيد من الانضمام للبريكس بزيادة التبادل التجاري ودعم الصناعة والزراعة، مضيفين أن انضمام مصر للمنظمة سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات واستكشاف أفق جديدة للاستثمار ونقل التكنولوجيا الحديثة. مجموعة البريكس هي مجموعة أولا متنوعة اقتصاديا ومتكاملة اقتصاديا، وبالتالي هي أسواق لبعض. نحن نتكلم عن حوالي نصف عدد سكان الكرة الأرضية، نحن نتكلم عن حجم إنتاج حوالي 31.5% من حجم الإنتاج العالمي. بنتكلم على حوالي 28% من التجارة العالمية. بنتكلم على تخفيف أو معاملة تفضيلية في الجمارك. بنتكلم عن فرص استثمارية ضخمة. بنتكلم على تسوية التبادلات التجارية بالعملة الوطنية، فده يقلل الضغط العملة الوطنية للبلدين وبالتالي ده بيقلل احتياج مصر للدولار أكيد. وبالتالي بيقلل الضغط على الجنيه المصري، فبيعمل تحسين في سعر صرف الجنيه الذي من شأنه أنه يقلل من معدلات التضخم ومعدلات الاعتماد على الخارج. واعتقد ان ده هيبقى ليه انعكاسات طيبه جدا في تحسين مستوى حياه المواطن المصري بشكل عام. استثماريا الدول بالفعل عندها قابليه، بعيد عن قضيه التمويل، بعيد عن قضيه التمويل تماما، يعني عندها قابليه كبيره جدا وعندها ابيتايت ان هي تيجي تستثمر، يعني على راسها مثلا روسيا. يعني لما تم الاعلان عن المنطقه الصناعيه في المنطقه الاقتصاديه قناه السويس، يعني واعلنت ان هي يعني من الممكن ان هي تبقى اكبر مدينه صناعيه، والحقيقه ان المنطقه تستحق ده. يعني المنطقه لسه محتاجه استثمارات كبيره جدا، هتحتاج لاموال ضخمه جدا. فبالعكس احنا مش رايحين ناحيه قضيه التمويل بس، لا، احنا استثماريا وتجاريا وتبادل الخبرات الصناعيه والتكنولوجيه، ده جانب كبير جدا اعتقد ان احنا هندرسه الفتره الجايه ولازم هنستفيد منه. يعني مصر عندها مزايا كبرى، وده اللي خلى انضمامها بيدي ميزه نسبيه لتكتل البريكس. مصر سوق كبير، 105 مليون مستهلك. مصر عندها فرص استثماريه وخريطه استثماريه شديده التنوع في قطاعات زي الزراعه، الصناعه، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البنيه التحتيه، الطاقه الجديده والمتجدده، زي احنا قدام حاطط بنبان واحده من اكبر المحطات السولار انرجي في العالم كله، عندنا محطه المحطات الرياح، عندنا محطات حتى بالتعاون مع الجانب الروسي محطه الضبعه النوويه، عندنا كمان الاهتمام بمصر من اعلى معدلات شروق الشمس في العالم، 330 يوم الشمس موجوده، وبالتالي التوسعات في محطات الطاقه الشمسيه مهمه جدا، ده مجال الطاقه الجديده والمتجدده، عندنا المناطق اللوجستيه اللي على محور قناه السويس. أكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن مصر احتلت المرتبة الأولى إفريقيا من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022. وخلال كلمته أمام منتدى الأعمال والاستثمار الذي نظمته سفارة مصر ببكين، استعرض رئيس هيئة الاستثمار الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية، لا سيما في عدد من الصناعات الحيوية وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر، حيث شارك في المنتدى أكثر من 120 من ممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال الذين أعربوا عن ترحيبهم بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة مما توفره من حوافز ومناخ ملائم للاستثمار. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا أستاذ الاقتصاد الدكتور محمود عنبر. دكتور محمود، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري في بداية الأمر. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور محمود، مصر احتلت المرتبة الأولى إفريقيا من حيث
حوافز الاستثمار التي طرحتها وتعديل بعض قوانين الاستثمار وأيضا في الاستثمار المباشر وغير المباشر وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية. ومؤخرا انضمت مصر إلى مجموعة البريكس التي تحتل ما يقرب من 30% من الاستثمارات العالمية. كيف تسهم تلك الاستثمارات والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية في زيادة معدلات الاستثمار في مصر وانعكاس ذلك على الدولة المصرية وعلى الاقتصاد المصري؟ يمكن هذا الأمر بيأتي اتساقا مع التقرير الأخير لهيئة أو منظمة الانكتاد العالمية التي ذكرت أنه في الوقت اللي معدلات التدفق الاستثمار المباشر على المستوى العالمي تنخفض، يمكن جاء الوضع مختلفا إلى حد كبير داخل الدولة المصرية، أنه تضاعف حجم الاستثمار في العام 2022 بما يعادل 12 مليار دولار بنسبة أو بمعدل نمو بيصل إلى 122%، لأنه كان في العام 2021 يمكن بيصل إلى 5.1 في المليار دولار. يمكن إفريقيا الدولة المصرية يعني منذ سنوات وهي تحتل أو تصنف باعتبارها الواجهة الاستثمارية الأولى للقارة الإفريقية، وده كان المركز الذي تحتله جنوب أفريقيا لسنوات عديدة. يمكن جنوب أفريقيا احتلت المركز الثاني ثم تلاها بعد ذلك إثيوبيا، والدولة المصرية يعني بتشكل ما يعادل من 25% من إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى القارة الإفريقية، وبما يعادل 75% من إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى شمال إفريقيا. هذا كل هذا الأمور لم يأتي من قبيل صدفة، ولكن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الذي لا يمكن اختزاله فقط في الأمور المالية أو النقدية، ولكن بيأتي تحت مظلته كثير من العوامل لها علاقة باعتبارات تشريعية. الدولة المصرية لديها بيئة وبنية تشريعية جاذبة إلى حد كبير، ويمكن هذه البنية تستمر يعني في تعديلات على مدار الوقت. يمكن كان مؤخرا اجتماع السيد الرئيس مع الوزراء المعنيين بالاستثمار والصناعة وخلق حوافز مالية وضريبية للشركات تشجيعا لعمليات الاستثمار، لأنه لا بديل في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم دون الاستثمار وزيادة الإنتاج على المستوى المحلي، لأنه هو الحل الفعلي لكافة المشاكل. سواء كنت بتكلم على معدلات مرتفعة للبطالة، ده هيستوعب كميات للتشغيل، سواء للتضخم الذي أصاب العالم وفي غالبيته هو تضخم مستورد من الخارج، وبالتالي زيادة معدلات التصدير هتساعد بقدر كبير في زيادة عملية طيب دكتور عنبر. دكتور عنبر، يعني الدولة المصرية مؤخرا سنت العديد من التشريعات التي من شأنها أن تعزز سلك القدرة الإيجابية على جذب المزيد من الاستثمارات، والعالم في الوقت الحالي يتجه إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والحفاظ على المناخ وعدم الزج بالدول النامية في محاولة كبيرة للتسهيلات ووقف ويعني الاحتباس الحراري. ومؤخرا كانت مصر راعية ويعني حاولت في قمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ أن تحث الدول المتقدمة أو الدول الأولى في الاقتصاديات على مزيد من التسهيلات التي من الممكن أن تحافظ على يعني الشأن العام. تسهيلات كثيرة يمكن أن تنتهجها الدولة المصرية في هذا الإطار ستوفرها عملية الانضمام إلى البريكس وإلى غيرها. كيف يمكن الاستفادة من كل هذه الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية؟ يعني يمكن فيما يتعلق بالنقطة اللي حضرتك أثرتها وفكرة الاستغناء عن الطاقة البديلة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الدولة المصرية الآن تحمل على عاتقها هم هذه المشكلة على المستوى العالمي. ولا أكون مبالغا حينما أقول أن الدولة المصرية الآن يعني بتعتبر هي المتحدث الرسمي باسم العالم النامي فيما يتعلق بدفع التزامات الدول النامية تعويضا عن أنها المسبب الأول لظاهرة الاحتباس الحراري. ويمكن ده ظهر زي ما حضرتك تحدثت في COP27 الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ، والذي يعني كان تحت عنوان التوجه نحو تنفيذ الاستثمارات الخاصة بالدول المتقدمة تعويضا للدول النامية عن هذا الأمر. الدولة المصرية أيضا لديها تجارب رائدة في هذا الإطار. يمكن ضيفك الكريم كان بيتحدث عن مشروع بنبان للطاقة الشمسية اللي بيعتبر واحد من أهم المشروعات الطاقة النظيفة على مستوى العالم، ولدينا مشروعات أخرى لها علاقة بالهيدروجين الأخضر وغيره. ويمكن في هذا الإطار تحديدا لدينا تجارب عالمية نستطيع أن نصدرها لدول العالم.
ويمكن مؤخرا انضمام مصر للبريكس واحد من أهم العوامل التي يعول عليها والعالم كله الآن يتهيأ للتحول نحو اقتصاد متعدد الأقطاب. يمكن انضمام مصر واحد من الأمور التي سوف تسقم تكتل البريكس، لأنه مصر الآن هي الممر الشرعي والآمن للنفاذ نحو الأسواق الإفريقية. بالطبع، يعني كل الشكر والتقدير، وستكون مصر على موعد كبير مع الاقتصاد العالمي بانضمامه إلى هذا التكتل الكبير، وبالطبع ستساهم كما تساهم وكما تعبر عن قضايا القارة الإفريقية وعن دولنا في إفريقيا. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم أستاذ الاقتصاد الدكتور محمود عنبر، شكرا جزيلا لك. أفادت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيفة بأنه تم تعيين رئيس دولة إفريقيا الوسطى وسيطا للجابون من قبل المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا. وأوضح النظيف أن رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا سيجتمعون الاثنين المقبل لبحث الوضع في الجابون، لافتا إلى أن الحوار مع العسكريين في الجابون يهدف إلى تحقيق عودة سريعة للنظام الدستوري. كشف حزب المعارضة الرئيسي في الجابون البديل 2023، كشف أنه دعا المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة لمناقشة الخطة الانتقالية، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أي رد بعد. كما حث الحزب المجتمع الدولي على تشجيع المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة لإعادة السلطة إلى المدنيين. قال الحزب أنه يريد إعادة فرز كامل للأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا، والتي قال أنها ستظهر فوز رئيسي أوندوا أوسا. وقالت لجنة الانتخابات في الجابون بعد الانتخابات، قالت إن الرئيس علي بونغو أعيد انتخابه بنسبة 64% من الأصوات، بينما حصل أوندوا أوسا على 31% بشكل تقريبي. علق الاتحاد الإفريقي عضوية الجابون بعد أن استولت مجموعة عسكرية على السلطة في البلاد، واتخذ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أول خطوة بتعليق مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد وأجهزته ومؤسساته لحين عودة النظام الدستوري في البلاد. أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق العمليات العسكرية. أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي نقلته الإذاعة الوطنية أنه نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة المتواجدة في النيجر بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة بشكل مؤقت. كشف بيان للرئاسة في بوركينا فاسو نقلته رويترز أن وفدا روسيا أجرى محادثات مع رئيس البلاد المؤقت إبراهيم تراوري خلال اجتماع تناول التعاون العسكري المحتمل. وأضاف البيان أن زيارة الوفد برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوكفوكوروف تمثل متابعة للمحادثات التي دارت بين تراوري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي القمة الروسية الإفريقية التي عقدت في سان بطرسبرغ في يوليو. وذكر بيان الرئاسة أن الاجتماع تناول سبل التعاون الذي يتعلق في المقام الأول بالمجال العسكري، مثل تدريب المجندين والضباط في بوركينا فاسو من جميع المستويات بما يشمل تدريب طيارين في روسيا. ولم يذكر البيان ما إذا كانت موسكو سترسل مدربين عسكريين إلى بوركينا فاسو. أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب 56 آخرون خلال مظاهرات عنيفة مناهضة للأمم المتحدة في مدينة جوما بشرق البلاد. اندلعت المظاهرات للمطالبة برحيل قوات المنظمة الدولية، وذلك لعدم فاعليتها في مواجهة الجماعات المسلحة التي تنشط في إقليم شمال كيفو. هذا وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الأحداث لمحاسبة المسؤولين.
فر مئات الآلاف من السودانيين من الصراع الذي تشهده بلادهم، ويواجه لائج السودان معاناة إنسانية صعبة بعد أن تقطعت بهم السبل في تشاد. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 400 ألف لاجئ سوداني وصلوا بالفعل إلى تشاد رغم الرحلة المحفوفة بالمخاطر. حاملين أطفالهم على ظهورهم، فر مئات الآلاف من السودانيين من الصراع الذي تشهده بلادهم، ورغم الفرار من النيران يواجه لاجئ السودان معاناة إنسانية صعبة بعد أن تقطعت بهم السبل في تشاد. اللاجئون الذين عبروا الحدود وجدوا أنفسهم فجأة في مخيمات مكتظة وأكواخ بلاستيكية دون رعاية صحية. الحرب والله أثر معنا تأثير شديد، الحرب يعني الحرب حتى أنا الحياة دي بتجي طايرة من فوق لبيتي، عندي كمان الرصاصات دي طبعا نازلة من في البيت في الحوش، يعني حرب يعني سبحان الله أنا مين قمت ما شفت حرب زي كده، يعني خطير شديد والله في المحل، عشان كده اتعسرت وخايفة للأطفال، عشان كده طلعنا، وفي ناس ماتوا، في ناس اتقطعت البنات دي قطعتهم، ناس ماتوا عشان كده خفت لأولادي، خميت أولادي وزوجي ياهو خمينا طلعنا. ويعاني اللاجئون السودانيون في هذه المخيمات من نقص في كل شيء، ومع ذلك يصل المئات في توابير لا تنتهي كل يوم، ويهربون سيرا على الأقدام خشية من الاشتباكات العنيفة. قد يكون اللاجئون في مأمن من إطلاق النيران، لكنهم سرعان ما يدركون أنهم ما زالوا في خطر من الأمطار الغزيرة التي تضرب مخيمات تعاني بالفعل من نقص الغذاء والماء. وتشير الأمم المتحدة إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال داخل المخيمات، حيث توفي عشرات الأطفال دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية. وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فإن خطر الإصابة بالأمراض يرتفع في ظل غياب المياه النظيفة خاصة الكوليرا. أما جماعات الإغاثة فتقول إن المانحين الدوليين لم يقدموا سوى ربع التمويل الذي وعدوا به بعد مرور أكثر من 4 أشهر على الأزمة، مشيرة إلى أن أكثر من 200,000 سوداني إضافي سيصلون تشاد من دارفور. تأثر معانا شديد، عشان احنا طبعا متعودين بالشغل، الإنسان طبعا لو ما بتشتغل يعني في الحياة ذاته صعب، نحن بنشتغل عشان نجيب لعيالنا يأكل، ونحن الآن يعني الظرف بتاع الحرب ده خلانا جينا مع عيالنا ونسوالنا كلنا جينا قاعدين هنا ما في شغل ذاته، شغل نشتغل ذاته ما في. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن أكثر من 400,000 لاجئ وصلوا بالفعل إلى تشاد رغم أن الرحلة محفوفة بالمخاطر. استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها للبلدة عقاب شمال طوباس، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب استشهد عقب إصابته بالرصاص الحي في رأسه. كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا وأصابت 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني بالمطاط إضافة لتدمير منزل لأحد المواطنين. أعلن الكرملين أن منشأة الإنتاج العسكري في أوكرانيا ستصبح أهدافا للجيش الروسي. صرح الكرملين بأن إقامة المنشآت للإنتاج العسكري في أوكرانيا لن تساهم في تخفيف التوتر وحل النزاع. أضاف المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف أن بلاده تنظر للتصريحات التي تناولت فتح خط إنتاج لأسلحة بريطانية في أوكرانيا بشكل سلبي، وأن أي منشأة لإنتاج الأسلحة التي تطلق عليهم ستصبح هدفا للقوات المسلحة الروسية. رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتوسع وتوسيع مجموعة البريكس بعد انضمام 6 دول جديدة لها. وخلال تصريحات له أشار لافروف أن قمة العشرين اقتصادية وليست مكانا لمناقشة قضايا الأمن العالمي، مضيفا أن العملية العسكرية في أوكرانيا عززت التوجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب. ولفت لافروف إلى أن تشكيل العالم متعدد الأقطاب يحتاج وقتا، لكن الغرب لن ينجح في إيقاف هذا المسار، قائلا إن واشنطن وحلفائها يسعون لفرض نظام القطب الواحد ولكنهم فشلوا في عزل روسيا.
محاولتهم عزل روسيا، لكن عندما هناك 85% من سكان العالم التي لا تفرض العقوبات ضدنا، فهذا يعتبر إهانة لتلك الدول التي تفرض هذه العقوبات. وكما قال زيلينسكي قبل فترة، فإن هناك عالم حضاري يدين روسيا ويعزل روسيا. فإذا كان العالم الحضاري هو حسب مفهومه دول المليار الذهبي، فإن دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وكما قال باريل أن كل من هو خارج أوروبا هو في الغابة وأوروبا هي البستان، فهذا يتطابقون بالآراء. ولدينا خطط جيدة، وروسيا هي في تقدم في سياستها الخارجية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في البلاد ما لم تستعيد كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس وغيرهما من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. تصريحات زيلينسكي جاءت أمام منتدى البيت الأوروبي أمبرستي لإدارة الأعمال في إيطاليا. كان زيلينسكي قد تعهد في 23 من أغسطس الماضي بإنهاء ما أسماه احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو، وقال إن القرم سيتم تحريرها مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا والتي لا تزال تحت الاحتلال. أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريال بودانوف أن الهجوم بمسيرات على مطار بيسكوف في شمال غرب روسيا أطلق من داخله ومن داخل الأراضي الروسية. كما أكد أنه تم تدمير طائرتين عسكريتين روسيتين وإلحاق أضرار بطائرتين آخرين. ومن جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق إن خبراء عسكريين يعملون على تحديد مسار الطائرات المسيرة لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث. رفضت كييف الانتقادات التي وجهها العديد من المراقبين والحلفاء لهجومها المضاد الذي قالت تقارير رسمية واستخباراتية إنه بطيء ومتعثر ولم يحرز حتى الآن ما كان يطمح إليه عندما انطلق في يونيو الماضي. انتقد وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا منتقد استراتيجية بلاده بشأن الهجوم وسرعة تقدم القوات نحو الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. تسريبات خرجت من الكواليس الغربية انتقدت التقدم البطيء للهجوم المضاد الذي أعلنت عنه أوكرانيا رغم المساعدات العسكرية الضخمة. فمنذ أن شنت أوكرانيا هجوما مضادا تستخدم فيه معدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات استعادت فيه أكثر من 12 قرية، إلا أنها لم تتمكن بعد من اختراق الدفاعات الروسية الرئيسية. موسكو تعتبر أن الهجوم الأوكراني فشل بالفعل، بينما يؤكد الأوكرانيون أن التحرك ببطء هو استراتيجية لإضعاف الدفاعات والإمدادات الروسية وتقليل الخسائر عندما يهاجمون في نهاية المطاف بكامل قوتهم. ونقل التقارير عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إن الهجوم لم يرقى إلى مستوى التوقعات، وانتقد البعض استراتيجية كييف واتهموها بتركيز قواتها في الأماكن الخطأ، مما دفع وزير خارجية أوكرانيا لمطالبة منتقد بلاده بأن يصمتوا لأوكرانيا ويحاولوا تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم. الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ حاول من جانبه التقريب بين الحليفين، حيث أعلن أن القادة الأوكرانيين جديرون بالثقة، وأضاف أنهم فاقوا التوقعات مرارا وعليهم أن يثقوا بهم وأن أوروبا تنصح وتدعم، لكن الأوكرانيين هم من يجب أن يتخذوا هذه القرارات العسكرية. ويمنع حلفاء أوكرانيا الغربيون بشكل عام كييف من استخدام الأسلحة التي يقدمونها إليها في مهاجمة الأراضي الروسية، لكنهم يقولون إن لكييف الحق في مهاجمة أهداف عسكرية بأسلحتها الخاصة. قال رومان ستارتوفيت حاكم منطقة كورسك الروسية إن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين هاجمتا بلدة كورتشاتشوف والتي تضم محطة للطاقة النووية في وقت مبكر من صباح اليوم. أضاف أن خدمات الطوارئ تقيم الأضرار التي لحقت بمبنى إداري وآخر سكني جراء الهجوم. وفي موسكو
قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية العاصمة على تطبيق تيليجرام إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة كانت تقترب من المدينة صباح اليوم، وأضاف أن الطائرة المسيرة سقطت بالقرب من ليوبرتسي جنوب شرقي موسكو. وعلى الحاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات بدون طيار فوق المقاطعة. أعلنت أوكرانيا أن القوات الجوية أسقطت واحدا من أصل صاروخين من طراز كروز أطلقتهما روسيا في هجوم استهدف وسط البلاد. وقال حاكم منطقة فينيسا سيرهي بوزوف قال أن القوات الروسية قصفت منشأة خاصة بصاروخ طويل المدى أثناء الليل، مشيرا إلى أن القصف ألحق أضرارا بالمنشأة وتسبب في إصابة عدد غير محدد من الأشخاص. كما أفادت قوات كييف الجوية أنها أسقطت واحدا من أصل صاروخي كروز أطلقتهما روسيا في الهجوم. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال أنه أرسل اقتراحا جديدا إلى روسيا يهدف إلى إيصال الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية. وأفاد غوتيريش في تصريحات لمراسلي الأمم المتحدة أنه كتب رسالة إلى لافروف تتضمن مجموعة من المقترحات الملموسة مما يسمح في تهيئة الظروف لتجديد مبادرة البحر الأسود دون تقديم تفاصيل محددة. لدينا بعض الحلول الملموسة للمخاوف التي تسمح بوصول أكثر فعالية للأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية بأسعار مناسبة، وأعتقد أنه بالعمل بجدية يمكننا التوصل إلى حل إيجابي للجميع، ليس فقط لأوكرانيا والاتحاد الروسي، ولكن الأهم من ذلك للعالم كله، في لحظة تواجه فيها العديد من الدول صعوبات هائلة فيما يتعلق بمسألة السلام وضمان الأمن الغذائي لسكانها. استبعد بنك أوف نيويورك ميلون أن يفقد الدولار مكانته باعتباره عملة الاحتياطيات العالمية في أي وقت قريب حتى مع توسع تكتل بريكس. أشار تقرير للبنك إلى أن انضمام مصر والإمارات والسعودية وإيران سيجعل المجموعة في شكلها الجديد ذات ثقل في قطاع صادرات الطاقة خاصة النفط، مما يشير إلى ظهور سلة جديدة وسلع أولية مدعومة بالذهب والنفط من خلال المجموعة الجديدة. تتجه أسعار النفط إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مع صعودها للجلسة الرابعة على التوالي بفضل تراجع الإمدادات وتوقعات بأن تتمدد مجموعة أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام. وارتفع الخامان القياسيان بشكل طفيف في التعاملات الأسيوية المبكرة، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات أو ما يعادل 1.1% ليصل إلى 83.7 دولارا للبرميل. ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية أجل خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ 1 مليون برميل يوميا إلى أكتوبر، مما يزيد من تخفيضات أوبك بلس التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنها أجرت مناقشة مثمرة مع رئيس الوزراء الصيني معربة عن تطلعها إلى العمل مع بكين فيما يتعلق بقضايا عالمية كتغير المناخ ودعم الاقتصادات النامية. وخلال زيارتها للصين والتي تستمر حتى يوم الأحد القادم للقاء كبار القادة الصينيين قبل التوجه إلى إندونيسيا والهند لحضور قمتي أسيان ومجموعة 20، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الصين سينمو 5.2% في هذا العام،
ارتفاعا من 3% في عام 22 قبل أن يتراجع إلى 4.5% في 2024. يا عمي يا بتاع البهجة قسم وسمعني انك مش لاقي كلام ولا صحي ولا حتى انا بنام انت دعوة حلوة منك كانت وقت الأدب احلى مدينة على البحر الابيض المتوسط شبرونوس نسيتني همومي في ثانية قاعد حساباتي وبرجع بص بص في وشك بالدنيا عالمولى كنت سايبة ولا عمري كنت حاسبة نشكر الشركة المتحدة على المجهود جبار مهرجان جديد من نوعه جذب أنظار العالم لتلك البقعة الغالية من أرض الوطن بعد تطهيرها من الألغام وهي اليوم تنعم بالأمن ويتردى صدى الفن والرياضة في سمائها وتواصلت الفعاليات والمسابقات الفنية والرياضية خلال المهرجان منذ 13 من يوليو الماضي وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من العالمين الجديدة بعد التحية رامي صف لنا الأجواء عندك تحياتي ولكل متابعينا في هذه المتابعة لموقع تحول من حقل الألغام إلى مدينة ساحلية سياحية فيها لوحة كبيرة جدا تحت عنوان مهرجان العالم عالمين هذه اللوحة الموسيقية الفنية الترفيهية الرياضية بشكل كبير أتت بثمار من خلال الأيام أكثر من 50 يوم من الفعاليات المتنوعة بوجود كبير جدا وبتوافد كبير جدا للمواطنين وللحضور سواء من المصريين والعرب وغيرهم من زوار مدينة العالمين الجديدة هذه الفعاليات المستمرة من خلال الحفلات الغنائية بمنطقة العالمين أرينا أو أيضا من خلال عدد من الفعاليات الرياضية على مدار أيام المهرجان سواء نتحدث عن الكرة الشاطئية رياضة البادل أيضا التجديف في مياه العالمين وأيضا إذا تحدثنا عن سباق الترايثلون السباق الثلاثي الأولمبي وأيضا العديد من الفعاليات الموسيقية الأخرى في شوارع مدينة العالمين نتحدث عن مسرح الشارع الذي كان متواجد بشكل كبير ومجاني أمام الجمهور وأيضا سماء مدينة العالمين شهدت عدد من العروض الجوية لطائرات الأرسي وغيرها من الطائرات بكتابة اسم مصر في سماء مدينة العالمين وأعلام مصر هذه الفعاليات المتنوعة شكلت من مدينة العالمين الجديدة واجهة سياحية بشكل اقتصادي كبير أدى الانتعاش في أغلب مواقع مدينة العالمين ونتحدث عن الساحل الشمالي بشكل كبير وازدادت نسب الإشغالات في الفنادق تجاوزت 90% من خلال الحضور لمتابعة هذه الفعاليات المتنوعة لمهرجان العالم عالمين ومستمرة أيضا هذه الفعاليات بالحفلات الغنائية بمنطقة العالمين أرينا وأيضا الشكل الكبير الذي أدى إلى جذب الكثير من الأسر بشكل متفاوت وبشكل متنوع في الفئات والأعمار ما بين الصغار والكبار والشباب هذا هو المشهد لوحة فنية موسيقية ترفيهية رياضية وأيضا شكلت من مدينة العالمين الجديدة واجهة سياحية لكل العالم صحيح رامي طب اطلعنا على أبرز الفعاليات اليوم خاصة أن هناك ما زال مرتادي العالمين الجديدة يجوبون في كل مكان ما
بالفعل هناك عدد من الفعاليات المتنوعة وهناك عدد من الحفلات الغنائية بمنطقة العلمين أرينا على مدار الأمس واليوم وغدا. هذه الحفلات لكبار المطربين وأيضا أشهر المغنيين في مصر والوطن العربي. ونتحدث أيضا عن عدد من الفعاليات الأخرى خلال أيام المهرجان أو الأيام الأخيرة من مهرجان العالم عالمين. وهذا المهرجان الذي تحدث عنه الكثيرين من رواد مدينة العالمين وزوار مدينة العالمين أنه ولد كبيرا. نتحدث عن فعاليات هي الأكثر والأكبر في الشرق الأوسط من خلال التنوع الكبير بعدد من المناطق وأيضا الممشى السياحي وأبراج مدينة العالمين التي أصبحت الآن من العلامات البارزة لهذه المدينة. وأيضا يأتي إليها الكثير من المواطنين سواء في الممشى ليليا أو من خلال التصوير أمام الأبراج وعدد من المناطق في مدينة العالمين الجديدة. هذا هو المشهد. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا رامي محمد من مدينة العالمين الجديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بتجميد حركة الطيران في مطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولي الذي يقع بطريق القاهرة السويس جهة الشرق من مطار القاهرة الدولي. يخدم هذا المطار العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة السويس والإسماعيلية، مشيرا إلى استمرار المطار في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقا لجداول التشغيل اليومية وكذلك استقبال الطائرات التابعة لشركات الطيران المختلفة للتزود بالوقود، مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة. شهدت منطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح وضع حجر أساس مجمع مدارس سما العلم، تعليم أساسي بنات وأجيال المستقبل من مرحلة حضانة إلى مرحلة ثانوي بنين. وتفقد وزير التربية والتعليم رضا حجازي برفقة محافظ مطروح خالد شعيب المدرسة المصرية اليابانية والفصول الدراسية التي تم إنشاؤها على أحدث مستوى، وأشاد بإنشاءات المدرسة اليابانية كصرح تعليمي جديد داخل محافظة مطروح. بنفتتح المدرسة المصرية اليابانية، وده واحد من الحاجات المميزة الحقيقة لمحافظة مطروح. والأمر الآخر هو وضع حجر أساس لمدرستين أجيال مستقبل وسما، ودي فيها أهم ما يميزها. طبعا أنتوا عارفين البنات لما بيبقاش لها مدرسة خاصة بيها ممكن يبقى واحد من عوامل التسرب، فإحنا الحمد لله بقى هيبقى فيه عندنا مدرسة للبنات خاصة بيها. عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة إجراء التخلص الآمن من مخلفات تطهير المجاري المائية وإعادة تدوير هذه المخلفات لتعظيم الاستفادة منها. لفتت الوزارة إلى المجهودات الضخمة التي تمت لتطهير مجرى النيل وفرعي و55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف. وأكد وزير الري هاني سويلم أهمية جمع المخلفات الملوثة للمجاري المائية والتعامل معها بشكل آمن في إطار انتهاج سياسات خضراء تخدم البيئة وتحافظ عليها، كما شدد على وجوب دراسة الاستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة 100 يوم صحة في قرية أم الرزق، والتي تم خلالها الكشف على المواطنين والمواطنات في القرية. وتضمنت القافلة تثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي وقياس السكر العشوائي والضغط. وشهدت القافلة الكشف المبكر عن أورام الثدي وقياس الدهون الثلاثية، كما تم تنظيم ندوة عن سوء التغذية والتوعية الصحية. خطوات غير مسبوقة تبذلها الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، ما بين مبادرات وتوحيد الجهود للارتقاء بمستوى معيشتهم. وعلى رأس تلك الجهود تأتي انطلاق مبادرات قوافل ستر وعافية بمحافظة كفر الشيخ تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كراع رئيسي يقدم حزمة من المساعدات المتنوعة لتخفيف العبء عن المواطنين.
جهود كبيرة يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجاً ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين. ولعل أحدث تدخل للتحالف جاء بإطلاق المرحلة 23 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية غرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ بمشاركة 19 كياناً من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 30,000 مستفيد. طبعا احنا موجودين النهاردة في القافلة رقم 23 من مجموعة قوافل ستر وعافية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهي موجودة بتقدم توعية للسيدات بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي. طبعا مهتمين نوصل لأكبر عدد ممكن من السيدات على مستوى كل محافظات الجمهورية. طبعا مؤسسة صناع الحياة هي واحدة من مؤسسات التحالف الوطني للعمل المدني، واحنا النهاردة موجودين في كفر الشيخ بنعمل قافلة لكل الأهالي، قافلة شاملة، قافلة طبية فيها كل جميع التخصصات، في جزء الخدمي والخدمات اللي بنقدمها للأسر زي الوجبات والكراتين الغذائية. قافلة ستر وعافية هي قافلة شاملة بتكون بتقدم العديد من الخدمات زي المساعدات الغذائية النقدية، كمان بتقدم بعض الخدمات العينية، في قافلة طبية شاملة موجودة في الوحدة الصحية جنبنا هنا. وتقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر وتركيب أجهزة تعويضية وحملات توعية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي وخدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية. الكافلة اللي جات لنا هنا النهاردة أحلى ناس وأحسن ناس وهم على دماغنا، وكشفنا على العظام وخدنا علاجنا، وكشفنا عيون وخدنا علاجنا، وناس على دماغنا من فوق وناس زي العسل وقاموا بمهمتهم. جينا هنا كشفنا جميع التخصصات موجودة والعلاج بالمجان. أنا عن نفسي كشفت بطنة وخدت العلاج والعلاج مجان وما شاء الله هنا على أعلى مستوى. وتتضمن القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتوزيع شنط وأدوات المدرسية وغيرها من الأنشطة. كما تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى. كذلك تهتم القافلة بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عملية كشف وبحث لعدد 100 منزل بمنطقة الفردان بمحافظة الإسماعيلية، يأتي ذلك بمشاركة 40 من متطوعي التحالف تمهيدا لتركيب عددات وتوصيل المياه لعدد كبير من المنازل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف. تستعد منطقة بشليل بمحافظة الجيزة لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر العملاقة، حيث اقترب العدد التنازلي لموعد الافتتاح مع انتهاء التشطيبات النهائية للمحطة لاستقبال المواطنين. واحدة من أكبر مشروعات السكك الحديدية في قلب محافظة الجيزة هي محطة قطارات صعيد مصر العملاقة في منطقة بشتيل. المحطة ستغير مسار حركة نقل ركاب بين القاهرة والصعيد من خلال عملية الربط بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى، فضلا عن ربطها بمحاور رئيسية. وميز كمان اختيار موقع المشروع عدة أسباب، من ضمنها أن منطقة مثلث بشتيل هي منطقة ملتقى خطوط السكك الحديدية الرئيسية في جمهورية مصر العربية، زي خطوط سكك الحديد اتجاه المناشي وخطوط الصعيد، الصعيد اسكندرية أسوان. فطبعا ده كان بيأهل أن المشروع يقدر يخدم أكتر من اتجاه، غير مرور خط البضائع برضو هنا في المشروع. طبعا ده بالإضافة إلى أن توافر مساحة هائلة بالحجم دون اللي هي 239,000 متر مسطح يقام عليه مشروع بالحجم دون ملك هيئة السكة الحديد.
طبعا المشروع زي ما قلت لك المشروع تنموي وكبير ومتكامل. التكامل ده تم تحقيقه عن طريق ان المشروع هنا مش محطه قطر بس او مبنى محطه ومجموعه ارصفه، لا ده مشروع متكامل، بحيث ان دايما هيئه السكه الحديد تقدر تحافظ على القطارات الجديده وتحافظ على العربيات الجديده وتحافظ على الخدمه اللي بتقدمها لجمهور الركاب. المشهد بمنطقه بشتيل بمحافظه الجيزه تحول سريعا مع اقتراب افتتاح المحطه، وتغيرت ملامح المكان مع انشاء اذكى واحدث محطه للسكه الحديد في مصر. محطه موجوده ما بين محطه الجيزه ومحطه رمسيس في محافظه الجيزه، محطة بيتقاطع معها ثلاث خطوط سكة حديد، الخط اللي جاي من المناشي إيتاي البارود بشتيل ده خط ركاب، خط البضائع اللي جاي من الأباري في اسكندرية وبينزل على الاتحاد وبيوصل لبشتيل وبيكمل بعد كده للصعيد أو بيرجع تاني في اتجاه القاهرة، الخط الثالث اللي هو خط أسوان القاهرة اسكندرية اللي هو خط الصعيد. المحطة بتطل على ثلاث محاور خطوط مواصلات رئيسية، محور الفريق كمال عامر، محور 26 يوليو، محور أحمد عرابي والدايري، وشارع السودان في العجوز. عندنا دلوقتي في المحطة، المحطة تبادلية ذكية، موجود فيها عندي مكان تي في ام، بدأ أصبح إن عندي التكدس اللي بيحصل على شبابيك التذاكر مبقاش موجود زي الأول، عندنا شبابيك تذاكر، عندنا مكان تي في ام، عندنا دلوقتي المحطة بتقام على مساحة 31,000 متر مسطح، المحطة فيها الجزء التجاري محلات وعندنا جزء الإداري اللي خاص بشبابيك التذاكر المنطقة ديت، عندنا المحطة متكاملة لأن بقى في عندي دلوقتي المحطة موجود فيها مغسلة خاصة بالقطارات، موجود فيها محطة وقود، موجود فيها ورش صيانة للعربيات، ورش صيانة للجرارات، المحطة كاملة متكاملة. الطاقة الاستيعابية لركاب المحطة تسع نحو 250 ألف راكب يوميا، وأتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن الآلاف من فرص العمل. المحطة وفرت آلاف فرص العمل في فترة التنفيذ وفترة ما بعد التشغيل. إن شاء الله إحنا دلوقتي في نهاية فترة التنفيذ، وفرت زي ما حضرتك شايف آلاف فرص العمل كصف إنشائي وكصف تشطيبات ومهندسين زي ما حضرتك شايف قدامك كده دلوقتي، وفي مرحلة ما بعد التشغيل إن شاء الله في صف طبعا الشبكة هيئة سكة الحديد، ومعانا بعد كده في محلات استثمارية موجودة، المحلات دي طبعا هتحتاج فرص عمل وهتوفر فرص عمل للشباب والخريجين وطبعا لناس كتير جدا في المشروع إن شاء الله. محطة قطارات تبادلية تليق بأهالي صعيد مصر تم إنشاؤها لتكون طفرة كبيرة تحققها الدولة في قطاع السكك الحديدية. محطة قطارات صعيد مصر العملاقة بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة تسهم في تخفيف الضغط على المحطات المركزية سواء محطة الجيزة أو محطة رمسيس المركزية، وكذلك تخفيف الضغط والتكدس المروري في شوارع القاهرة، وتقدم مستوى عالمي من الخدمات داخل القطارات، وتنضم إلى إنجازات الجمهورية الجديدة، وتكون شاهدة على عراقة المكان بطابعها الفرعوني وحداثته. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. من محطة مصر العملاقة الجديدة في بشتيل نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. لم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم العناوين. مصر تستضيف التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع بمشاركة 8,000 مقاتل من 34 دولة. المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا إيكاس تعين رئيس دولة إفريقيا الوسطى وسيطا للجابون. الكرملين يقول إن منشآت الإنتاج العسكري في أوكرانيا ستصبح أهدافا للجيش الروسي. ختام النشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.